بعض المرات واحد خصو يشوف المصلحة ديال المدينة كثر المصلحة ديال الفريق. وبعض المرات لما تيصيب واحد كما كانت الجهود ديالو ولا الرؤية ديالو ولا الإمكانية ديالو، إلا ما كانش صاب واحد الجو صافي باش يخدم أحسن يمشي بحاله. والمغرب فاسي الجو واللي كان داير بها والمؤامرات اللي كان عايش الفريق ما يمكنش حتى واحد ينجح فيها. دونك أظن هاد استقالة في هاد الظروف حبا للفريق، ولكن أيضا بمناسبة باش الناس تعرف بأن أي واحد يمشي ياخذ هاد الرئاسة إذا ما كانش عليه الإجماع أو يعطيوه التقار وحده وحده، أما يساعدوا يساندوا أما يبعدوا يعطيوه التقار، ما محتاجين صداعات كيف دوزات هاد العامين المغرب فاسي. ولا هادشي اللي عشناه وقلناه في الجمع العام وقلناه في لو رابور مورال وكلشي دوينا عليه. دونك نتمنى بان السي مروان ينجح في عمليه يجمع الشمل، نتمنى له يقد يحل المشاكل قد فمه قد درعه وقد تجيبه، هي الكلمه الاخيره اللي قلت. وثانيا كما قلنا في الجمع في هذا الجمع بان لما مشيت خليت دخل المغرب فاسي مليار و 800 مليون. اظن في السير ديالي او في السنوات اللي دوزت قد العجز قد الفلوس اللي داخله، دونك الا كان شي رئيس خرج ولا فريق المغرب فاسي وقف على رجليه هو احمد المرنسي، وكثر من هذا الشيء كله لا الفلوس اللي عطيت ولا المديونيه الفلوس اللي سانسال، فقلت لمروان بلاتي خلص لعابه قد الامور نهار تولي المغرب فاسي شركه ناخذ اسهم. بون شونس لمروان، بون شونس للمغرب الفاسي، عاش المغرب الفاسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.